وبخصوص منافسة كأس إفريقيا للمحليين التي تتأهب الجزائر لاحتضانها مطلع السنة المقبلة، قال عبد الرزاق سبقاق أن نجاح الدورة مرتبط بتكاتف جهود كل القطاعات بما فيها المجتمع المدني. لا يمكن أن نقبل بأقل من هذا المستوى. أعطينا صورة يعني جيدة للجزائر من حيث جاهزية الجزائر، من حيث المنشآت، من حيث قدرات التنظيم، وأيضا حتى من حيث النتائج. وأنتم تعرفوا بلي النتائج التي تم تحقيقها يعني نتائج تاريخية بالنسبة للأسرة الرياضية. هذا الشيء هذا يعني يدفعنا أن نكون أكثر حذر وأكثر جاهزية لإعطاء يعني أحسن صورة لبلادنا في تنظيم الاستحقاق القادم اللي هو خاص بألعاب البطولة الإفريقية للمحليين. وإحنا أيضا مطالبين بالنجاح في الأمر هذا، ولكن النجاح هذا ما لا يعني قطاع الشباب والرياضة فقط، ولكن هو يعني الجميع، يعني كل الدوائر الوزارية الأخرى، المجتمع المدني، الأسرة الرياضية، الأسرة الإعلامية خصوصا، لأن هي لسان حال الحركة الرياضية واللي هي تسوق الصورة التي يجب تسويقها. البطولة الإفريقية للمحليين هي كالكوبار ان تيست ايفنت لمواعيد رياضية هامة واحدة أخرى، وبالتالي لازم تضافر جهود الجميع لإنجاح التظاهرة بقدر ما الدولة تضع إمكانيات من وتضخ أموال من أجل إنجاح التظاهرة. الأمر هذا لن يكفي ولن يصل بنا إلى الأهداف المرجوة إلا بعد إذا كان انخرطنا كل في هذا المسعى، خاصة يعني الأسرة الإعلامية والمجتمع المدني اللي لازم يعطي أحسن صورة على الجزائر.